وبفقرتنا الختامية لليوم ما فينا نختم صباحنا قبل ما نحكي عن الجمال والاهتمام بالبشرة يلي هي يمكن بتعطي الثقة بالنفس. كيف فينا نحافظ على بشرتنا بالتغير المناخي وكيف فيها تكون بشرتنا أكثر صحية؟ صحيح ليا، رح نحكي أكثر تأثير الفصول اليوم وتقلب حالات الطقس كيف ممكن ينعكس بشكل سلبي على البشرة وشو النصائح اللي ممكن ناخذها بهذا الموضوع. وأكيد بيسعدنا نرحب بالدكتورة هلا الحوش اختصاصية تجميل. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح كل اللي عم بيشوفنا اليوم. صباح الخير. صباح الخير. يعني بالبداية مع تغيير يعني الفصل طقس. ومع تغيير الطقس مع كثرة الأكل مع كثرة النوم كل شيء كثير بهذا الفصل بتحسي. خلينا نحكي كيف فينا نحن كثير نهتم ببشرتنا هلا بداية، خاصة بعد الصيف والشمس والبرونزات. أكيد هلا مثل ما تفضلتي وحكيتي، هلا بداية مع تغيير الطقس وانتقالنا نحن هلا من الصيف للخريف للشتاء، فهالتغير بدرجة حرارة الجو وقلة التعرض للشمس، تغيير الرطوبة، بتصير درجات الحرارة أقل، فبيحاول الجسم بأعضائه المختلفة كلها وبما فيها بشكل خاص الجلد والملحقات لحتى يتأقلم مع تبدل درجة الحرارة والرطوبة، فبتظهر احيانا بعض التاثيرات السلبيه نتيجه تغيير الحراره، فبده يحاول مثلا انه يتاقلم معها. فاول شيء مثلا نحن بنلاحظ انه بشرتنا صارت جافه اكثر، بده يحاول الجلد انه دائما يخزن مي اكثر حتى ما يصير جفاف اقوى واقوى. معظم الصبايا بيلاحظوا انه هلا بشرتهم صارت باهته جافه، صار عندهم تشقق بالشفتين بالايدين بالرجلين طبعا بالجسم كله، حتى بعض المرضى بيراجعونا بيقولوا لنا انه نحن هلا ونحن عم نبدل ثيابنا بنلاقي صار عندنا مثل وسوف بيضاء صارت على الثياب، هذا نتيجه هالجفاف الشديد. احيانا الجفاف بيتطور فبيوصل بمراحل متطوره انه تصير عندنا نحن بقع حمراء، بصير عليها شويه وسوف او قشور، بنشوف نحن تشقق بالشفتين مثل ما حكينا، حتى فروه الراس. كثير من المرضى بيشتكوا من قشره، تساقط اشعار، الامراض الجلديه كمان هلا على تبدل الطقس وتغير الهرمونات والمناعه بتتحرض كثير من الامراض الجلديه، الاكزيما بانواعها مثل الاكزيما الدهنيه، بعض الامراض الفيروسيه بتلاقي مثلا كثير ناس بيشتكوا انه هلا انا على الخريف صار يطلع لي مثلا تقبيل سخونه او الحلق البسيط، زنار النار مثلا، بعض الامراض الفيروسيه او حتى الطفوح الفيروسيه اللي بتصير عند الاطفال، كلها هلا بتتحرض مع تبدل الطقس. طيب خلينا يعني بعجقه المنتجات اللي بتهتم بالتجميل ومراكز التجميل، دائما هيك في سلوجن بيقولوا انه تمتعي ببشره صحيه ومثاليه، خلينا نعرف شو مواصفات هي البشره يلي بتكون يعني ظهور بعض الحبوب هي حاله طبيعيه ولا لا لازم تكون مثل ما بنقول هيك بالمصطلح العامي انه البشره مثل المرايه يعني ما فيها ولا اي حبه صغيره. هلا شو هي طبيعيا يعني بشكل كثير منطقي انه شو هي مواصفات البشره الصحيه اللي هلا البشره الصحيه هي البشره الخاليه من العيوب نحن بنقولها او الشوائب، اللي هي مثلا التصبغات بانواعها، الكلف، النمش، حب الشباب، الزيوان، المسام الواسعه او الشعرانيه، يعني لما بتكون البشره خاليه من خلينا نقول العوامل الواضحه او هالشوائب او الاشياء اللي بتكون دائما واضحه للعين او حتى التجاعيد اللي كثير عميقه، فهي هي البشره اللي بشكل عام صحيه. هلا ما في بشره مثل ما انت بتشوفيها مثلا بصوره او بفلتر رح تكون تماما ما في تباين لوني صافيه بيها بالبيئه، اجباري عند معظم الناس او 90% الا ما يكون مثلا المناطق المعرضه اكثر للشمس هي اغمق من باقي المناطق، المسامات اللي كثير بسيطه اللي بتكون موجوده، هذا الشيء كمان كثير طبيعي. يعني دكتور هذا عم نحكي انه هي طبيعي تكون هي المظاهر ولكن بنسبه معينه، بنسبه معينه متوسطه او قليله يعني. تماما، اما لما بتصير كثير واضحه او مثلا الزيوان بصير بتحول مثلا لحطاطات التهابيه يعني حمراء او راسه فيها قيح، عقيدات، يعني لما بتصير المشاكل اكثر وضوح، البقع بتصير كثير واضحه، هون بقى نحن دخلنا بمشكله مرضيه وصار بقى بدنا نبلش نعالجها. تمام، يعني دكتوره خلينا كمان نحكي عن الاهتمام بالبشره.
بالصيف كثير في انواع عديده من الفواكه، لازم نحن ندلل بشرتنا بانه ناكل فواكه طبعاً. ناكل خضار طبعاً. وبلدنا غنيه بالفواكه والخضار يلي طبعاً. هي فيها فيتامينز لبشرتنا، وهي بتجدد الخلايا، بتجدد بتعطي نضاره ايضا للبشره. اليوم يمكن هيك خفوا شوي الفواكه، كيف فينا نحن نستعيد عنهم؟ هلا اجباري مثل ما حكيتي، الغذاء الصحي والمتوازن، شرب المي، الغذاء الغني كثير بمضادات الاكسده والفيتامينز كثير ضروري لصحه كل جسمنا وبشكل خاص الجلد. هلا فينا كمان نعتمد على المتممات الغذائيه او الفيتامينز اللي كثير غنيه بالبيوتين، البي 12، الكولاجين، فيتامين سي، كمان هي كثير منيحه، الزنك كثير منيحه لصحه الجلد، الشعر، الاظافر، اضافه لروتين العنايه اليوميه اللي بيستخدموه الصبايا من استخدام لواقيات الشمس، كريمات الترطيب، سيرومات، بنركز كثير هلا بالشتاء على السيرومات الغنيه بفيتامين سي، مضاد اكسدة، بيوحد لون البشرة، بنشط كولاجين جديد، بخفف التجاعيد. فمثل ما حكينا انه روتين العناية اليومية، الغسولات، التونيك كثير مهمة انه تضل بشرتنا نضرة، وخاصة هلا بالشتاء والجفاف، وكثير من الصبايا بيستخدموا مقشرات، ببلشوا هلا يقشروا مشان يتخلصوا من البقع، من المسامات اللي تركهم الصيف والتعرض للشمس، بيستخدموا كثير ريتينول او احماض الفواكه. فكمان هون لازم تكون طريقة كثير مدروسة، وبنركز كثير على المرطبات خلال الشتاء. طيب خلينا نحكي عن نصائح اليوم هيك بتفيد كل السيدات على اختلاف انواع البشره، يعني مثلا نحكي البشره العاديه يستخدموا هيك، خلينا نحكي هلا كونه اكثر مشكله بفصل الخريف هي الجفاف. خلينا نحكي عن ترطيب البشره لكل نوع من انواع البشره. هلا كل نوع من انواع البشره في لهم برودكت خاصه فيهم. هلا البشرات مثلا نحن غالبا بالصيف كلياتنا كنا نحاول انه نستخدم سكين كير، لانه بنعرق كثير، بنشوب كثير، البشره كثير بتصير اويلي، حتى اللي بشرتهم جافه بالصيف بحسوها انه هي عم تعرق، عم بتزيت اكثر. فكنا نستخدم نحن الشيء اللي هو ليكويد اكثر، سائل اكثر، او جل ما نسميك. هلا بالشتاء بالعكس لازم نستخدم نحن المرطبات اللي هي اسمك، لحتى لانه الجفاف بيكون صار اشد، بتكون غنيه مثلا فيتامين اي، هايرونيك اسيد، السيراميد، في طيف واسع من المرطبات، يعني خلينا نحن نكثفها، نستخدمها مرتين صباحا مساء، نخفف كثير مثل ما حكينا من الغسولات اللي ممكن انه تنشف، يعني حتى لو كانت بشرتنا دهنيه نحن هلا على الخريف والشتاء ما بدنا نجففها اكثر، بنخفف من الغسولات اللي كثير بتجفف، يعني كثير بتجفف لنا وشنا. ومثل ما حكينا انه استخدام المقشرات مو غلط، بس دائما المقشر مثلا يستخدم حسب نوع البشره، اذا كانت زي دهنيه بتتحمل انه انت تحطي مقشر كل يوم، بس اذا كانت جافه او مختلطه لا، بدنا مثلا نستخدمه مرتين بالاسبوع، والايام الباقيه نحن نكثر كثير من الترطيب. نعم، يعني دائما نحن بنحكي عن الاقاويل بين الجيران، عن النصائح بين الجيران، بين الرفقات، انا استفدت على هذا الدواء خدي جربي، ولكن يعني هي اكيد هي من يعني من اكثر القصص الغلط يلي نحن بنرتكبها بحياتنا، لانه كل بشره لها شيء بناسبها. ولكن خلينا هيك نحكي عن التركيبات يلي هلا عم نشوفهم بالسوق، الشيا مع البذور ما بعرف شو، هي للكلف، هي للجفاف، حطي منها على بشرتك، كمان هدول التراكيب هلا هي اوكي طبيعيه، ولكن قد ايه مدى مضاره وقد ايه ممكن هي تفيد بشرتي ولا لا؟ يعني ليش نحن دائما بنروح لحدا يعني بعيدا عن الاختصاص، ليش نحن ما بنركز على بنروح عند دكتور، بنروح عند دكتوره لحتى ينصحونا شو بيناسب بشرتنا؟ هلا مثل ما تفضلتي وحكيتي انه معظم هلا الناس مثلا عم تفتح انه السوشيال ميديا وبتقرا خلطات كثير ووصفات كثير، وفي منها موجوده بالبيوت، يعني في كثير انا بسمع ناس مثلا بتقول لك انا حطيت ليمون على وشي، ما بيعرفوا انه مثلا الليمون هو محسس ضيائي، انه ممكن هو يترك لها بعد فتره بقع او تصبغات، رح تفوت بسلسله طويله من العلاجات حتى تتخلص منها، او مثلا بتقول لك انه انا حطيت بطاطا او خيار او حتى افوكا او شيء من الموجود متواجد عندهم بالبيت، بيعملوا خلطات، بس مو دائما هي الكريمات بتناسب كل البشرات. كل بشره لها نوع معين، اوكي ممكن مثلا الخيار يعطيك ترطيب بناسب بشرتك اذا كانت جافه، بس
الكريمات اللي بتجي خالصة أكيد هي مدروسة أكثر، تراكيز المواد اللي بتكون موجودة فيها أبداً ما لها سايد إفكت، بيكون في مضافات أخرى لهالمنتج يقدر أنه يعزز تكوين الكولاجين، يخفف لك تجاعيد، بيكون مثلاً غنية بالأربوتان، يعني مواد كمان تخفف لك التصبغات أو الريتينول أو أحماض الفواكه، يعني تشتغل على البشرة على المدى البعيد من دون ما تترك هاي التأثيرات الجانبية اللي ممكن نحن هالخلطات هاي المنزلية أو اللي عم تطبقها السيدة مثل ما هي بدها تعمل لها أذى تشوفه هي على المدى البعيد. ذكرت خلال حديثك موضوع التقشير والتقشير المنزلي، في عدد معين من التقشير يعني او مده زمنيه لازم السيده ما تطلع اكثر او ما تستمر بعمليه التقشير، خصوصا نحن بنعرف فصل الشتاء انه خلص بتاخذ راحتها، بتقول ماني عم بطلع بالشمس ودائما الجو بيكون غائم، خلينا نحكي عن الفتره الزمنيه لموضوع التقشير، وخصوصا اللي بيكون هو تقشير بسيط يعني بمرهم معين او كريم معين او حتى بالبيت. هلا التقشير اللي بيستخدموه السيدات بالبيت يعني كريمات بيشتروهم وبيطبقون، في انواع كثير متعدده، احماض الفواكه باشكالها وسلسليك اسيد والريتينول، كل نوع بشره بدها تبلش السيده اول شيء بتراكيز كثير خفيفه، بعدين نحن بنزيدها تدريجيا. كيف استخدامهم هذول؟ المسا حصرا ما بنطلع فيهم ابدا بنهار، مشان وشمس الشتاء هي أكيد الشمس مؤذية بكل فصول السنة، وللأسف أنه الغلط الشائع بين السيدات أنه نحن ما بنستخدم واقي الشمس إلا بالصيف، بالشتاء بيهملوه تماما، فمشان هيك هن بيشوفوا هالتأثيرات السلبية للشمس بفكروا أنه نحن بالشتاء أبدا هي الشمس مانا مضرة، لا هي إلها تأثيرات سيئة بالشتاء مثل الصيف، فنحن دائما انه بنقلها للسيده انه ضروري واقي الشمس بالشتاء، فيك تخففي شوي الاس بي اف تبعه عامل حمايه 15 30 50 ما في مشكله، بس ضروري كل يوم يكون من روتين العنايه اليوميه ويتجدد كل ساعتين، خاصه الناس اللي بيطلعوا من البيت فتره كثير طويله. بنرجع بنحكي مشان المقشرات انه هن مساء حصرا بينحط من بعد دائما نحن عن العين والشفاف، يعني هون تكون الاغشيه كثير رقيقه وحساسه، الصبح المفروض انه المريضه تغسله وتحط واقي شمس، اليوم الثاني يعني اذا اليوم حطيتي مقشر ثاني يوم المساء ضروري تحط مرطب، خاصه اذا كانت بشرتها جافه او مختلطه، لانه كل ما قشرتي اكثر بتجف بشرتك اكثر وانت بتعرضيها للمشاكل على المدى البعيد، بصير فيها تجاعيد اكثر، تصبغات اكثر، بصير حساسه ضيائيا اكثر، فالترطيب كثير ضروري مع استخدام المقشر، طبعا نحن باشهر الشتاء يعني شهر 10 11 12 برايي انه كافيه، وحتى انا مثلا لمرضاي بقول لهم من اخر شهر 10 بلشوا بالمقشر، لانه نحن هون الشمس ببلادنا بتضل اخر 10 بعدها حاده، وشهرين كافيه لتعمل ترميم للجلد. مو يوميا اكيد، مرتين او ثلاثه حسب نوع البشره، اذا كانت دهنيه بتتحمل، اما اذا كانت جافه او مختلطه انا بفضل انه بس مرتين بالاسبوع. تمام دكتوره هلا نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، اجت بوقتها والتساؤلات الكثيره اللي عم يسالوها الصبايا اكيد حاولنا اليوم انه نجاوب على معظمها، شكرا كثير لك. شكرا لكم وسعد صباحكم. صباحك دكتوره هلا الحوش اختصاصيه تجميل، شكرا لوجودك معنا. أهلا.